اسمعوا يا جماعة، اسمعوا يا جماعة، أريد أن أوجه نصيحة لأنها أحرقت قلبي من الليل، وصلتني رسالة من الليل. أنا لن أسمي الأسامي ولن أعطي الاسم، إنما أعطيكم رؤوس أقلام. في ناس يستغلوا بنات المسلمين، في ناس يستغلوا ضعف بنات المسلمين. اتقوا الله في بنات المسلمين، اتقوا الله في أخواتكم، اتقوا الله فيهم بالتواصل الاجتماعي. لا تستغلوا ضعفين، فمعاكم خوات، لديكم بنات، لديكم أمهات. اجعل هذا البنت الذي أنت تريد أن تخدعها وأن توصلها إلى ما يريدها الشيطان منك، انتبه وتذكر إن معك بنت، وإن معك أخت، وإن القضاء دين، وإنك ستدفع هذا الدين بالدنيا قبل الآخرة. أخت تتصل تواصلنا من الأردن، أخت يعني وقعت مع فريسة من الفرائس البشرية، من الذئاب البشرية، فأركنها إنه بيتزوجها وإنه بيدخلها لأمريكا، وركبها يعني على خيال وذا، وفي الأخير عندما أخذ منها فيديوهات وصور الآن بيهددها يا تواصلي معي وتعملي كذا وكذا ولا فضحتك. اتق الله، اتق الله. أنا سأجي إلى عندك، رقمك عندي، وصلني رقمك، وصلتني معلوماتك، حتى وصلت الدناءة فيك إنك تجعل أمك تتكلم معاها حتى تطمئن البنت. اتق الله في نفسك، والله إن شاء الله أنا سأجي إلى محلك، وأنا أعرف وين أنت وين تشتغل. إن لم تتق الله وتتب إلى الله وتراجع نفسك وتعاهد الله وأن تمسح كل ما لديك لهذه البنت العزيزة الكريمة، والله سأتي إلى عندك وأعريك أمام الله سبحانه وتعالى وخلقه. اتق الله في نفسك، لديك خوات، لديك أم، قد يكون معك بنت. اتق الله في بنات الناس، أحرقتم قلوبنا، يكفينا الحرب المدمر. حسبي الله ونعم الوكيل. سلام ضعيفة جدا، الناس بتصلي وبتنام. أشكرك يا أخي، هذا ديوث، وخلي أمه تكلم. نعم، خلي أمه تتكلم مع البنت العزيزة الطاهرة، وهو خدعها أنه بيتزوج، وأكد لها وقال تكلمي مع أمي، ويعلم الله هل تكون أمه أو لا، بل جاب رقم أمه للبنت، هكذا وصفت لنا، والله أعلم. الآن تقول أني بيده وهو بيهددني، وأني عرفت أن الرجل هذا يريد يعني ما لا يرضي الله، فابتعد عنه. وهي بنت قتلت أمها، قتل أبوها، قتل أخوانها، لم يتبقى لها في الحياة هذه إلا هو الأخ واحد، وهم الآن مقيمين في الأردن. اتق الله يا رجل، اتقين الله يا أخواتي المسلمات، يا أخواتي المؤمنات، لا تصدقين أولئك الذئاب البشرية الذي على التواصل الاجتماعي. والله إن قال يحبك أو إنه يعدك بجنات من أنهار في الدنيا، هذا إنه كذاب، كذاب. من أراد أن يأخذ البنت فليأتي من الأبواب الصحيحة، تركوا التواصل الاجتماعي والعلاقات الحميمة على التواصل الاجتماعي. تقوى الله في بنات المسلمين، وأنتين يا أخواتي اتقين الله في أنفسكن، لا تجعلين أنفسكن عرضة لهؤلاء الرذائل أراذل القوم الذي تجردوا من الإنسانية وتجردوا من كل شيء. السلام عليكم. أبو داود، أيش القصة؟ القصة يا وهم هيمان، أنا بأتواصل معه إن لم يتقي الله في نفسه، زي الرجل هذا الذي ترك بنته وأخذها ورماها وكأنها لم هي بنته في اليمن. كذلك هذا الأخ الذي وصلتنا الشكوى من أخت لنا في الله تشكي، هي أخطأت بالتواصل معه، ولكن رجعت إلى ربها وعرفت أنها على غلط. ولكن هذا الذي هو إنسان، ولكن هو يعتبر ضبع من الضباع الذي ترونها تنهش الفريسة حية، فهو يريد أن ينهش بأخته بطريقة غير شرعية. فليتق الله، له خوات، له بنات. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله، إن الزنا دين، وإن النظر دين، وإن الإنسان يمس بشرف أخوه المسلم دين،
وإن من يتتبع لكشف عورات المسلمين إنه دين، وإنه سيصيب ما أصابهم وسيندم يوم لا ينفع الندم. فكل منا يتقي الله في نفسه، فمن أراد أن يحافظ على بناته فليحافظ على بنات الناس، ومن أراد أن يحافظ على إخواته فليحافظ على أخوات الناس. هكذا أنا تعلمنا وعرفنا إنها دين.